فيا ترى ايه الابواب الصعبه اللي بمجموعها يكون هو الادب؟ ايه الابواب دي؟ كل باب صعب، عاوز جهد جهيد، عاوز اعمار طوال، عاوز توفيق رباني. يا ترى ايه الابواب ديت؟ اول باب ازدراء النفس. اول باب من ابواب الادب ازدراء النفس. ازدراء النفس لان النفس لن تقوم الا اذا ازدريت. الانسان لو حس نفسه كويسه وحلو هيتعالج. واحد حاسس ان رجليه قويه يروح يكشف عظام، لكن لو اعتقد ان رجليه ضعيفه او عنده مشكله في رجليه ايه اللي يحصل؟ يروح يتعالج. فلما انت تزدري بنفسك وتشعر بضعفها وهزلتها وحقرتها تمقتها وتجتهد في علاجها. قال الله: قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى لو واحد التفت لنفسه وشعر ان هو احسن من غيره في الفهم او في الراي او في الظن او في التخمين او في اي شيء، اذا هذا على شفا جرف هعش. ده مرض لابد من العلاج. يبقى اول حاجه ازدراء النفس. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. ليه الكفار يوم القيامه مقتوا انفسهم؟ ليه؟ ليه؟ لانهم عاينوا العذاب وعلموا انهم عندما اطاعوا انفسهم كانت هذه الطاعه سببا في دخول النار، فمقتوا انفسهم. انت يا نفس اللي وديتيني في داهيه. كرهوا نفسهم. زي لما واحد يقول لك انت كرهتني في نفسي يا شيخ، ربنا روح ربنا ما يوفقكش، كرهتني في نفسي. لما يجض منك يجيبك يمين تودي شمال. عامل زي قصه الرجل النحوي والرجل، فالرجل بيتكلم في النحو بيقول ان ابيك قد مر علي، فقال له: لا، قل ان اباك قد مر علي. فالرجل قال: مر علي أباك، أو مررت على أباك. قال: مررت على أباك. فقال: لا، قل مررت على أبيك. قال: ما شأنك معي؟ لازلت تخالفني منذ اليوم. يعني أقول أباك تقول لا، أقول أبيك. وبعدين أقول أباك تقول لي إيه؟ أبيك أنت عاوز مني إيه؟ هذا شأن الجهل. فالجماعة الكفار لما عاينوا العذاب ورأوا الأهوال مقتوا أنفسهم. فربنا بيقول إن مقت ربنا لكم أشد من مقتكم لأنفسكم. طب هو الكافر لو كان مقت نفسه في الدنيا كان راح النار؟ لا. يبقى أول حاجة أن تزري بنفسك، الإزدراء بالنفس. دي مسألة، أول باب من أبواب الأدب. باب صعب ولا سهل؟ صعب، يحتاج إلى مجاهدة بالفعل. الباب الثاني حب الخير لله. تحب الخير لله، مش من أجل أن تذكر أو أن يشار إليك أو أن تكافأ أو أن يمن عليك بكذا أو كذا أو كذا. هذا باب مهم جدا. الباب الثالث إصباغ العبد نفسه بالعبودية، صبغة الله. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أرأيت الثوب عندما يصبغ هل يكون جزء منه مصبوغا والآخر يكون غير مصبوغ؟ كلا، وإنما يكون الثوب كله مصبوغا. ما ينفعش انت تكون عبد لله لما تيجي تصلي، ولكن عبد للشيطان لما يكون معك فلوس بتاعت الناس.
تاكلها وتخون الأمانة وتسرق وتغش، فين العبودية لله؟ ما ينفعش تكون عبودية لله برا البيت، وجوه البيت ليست هناك عبودية لله، والعكس. ما ينفعش يكون عبودية في الظاهر وفي الباطن أنت عبد لهواك، ما ينفعش. لابد أن تكون العبودية في كل وقت في كل حال، عند أقوالك وأفعالك، عند يقظتك، عند نومك، عند حلك، عند ترحالك، عند ظعنك، عند إقامتك، عند رضاك، عند سخطك، عند تعاملاتك، في كل أمورك لابد أن تحقق العبودية. الشعبة الثالثة دي سهلة ولا صعبة؟ ما تقولوا لي سهلة ولا صعبة؟ إيه؟ لا، تحتاج إلى ماذا؟ إلى جهد. الشعبة الرابعة إخلاص العمل لله. إخلاص العمل لله، هذه بعضهم يقول جاهدت نيتي 40 سنة حتى استقامت. 40 سنة بيجاهد نيته لغاية لما استقامت. احنا عندنا النية بتستقيم في غمضة عين، تروح تزور واحد يقول لك غمض عينيك واستخلص النية لله وخلاها لله. هتقوم غمض عينيك جامد قوي، كل ما غمض عينيك جامد قوي كل ما النية بتبقى احسن. سفة. ويقول لك ده علشان تكون الاعمال خالصة لله. يا الهي، ما جاهد العارفون لله امرا اعظم عندهم من مجاهدتهم للنية. لماذا؟ لأنها تتقلب على العبد. النية بتتقلب على العبد. الإنسان ممكن يجيب أسد حصور خلال 6 شهور يروضه، 6 شهور بس يروض الأسد، يقول الأسد نام على ظهرك ينام، ارفع رجلك لفوق يرفع، نزل رجلك الشمال ينزلها، ارفع صبعك مش يعمل، اسكت يسكت، امشي يمشي، بعد 6 شهور بس من الترويض. لكن النفس يا ترى تحتاج قد ايه حتى تتريض ولا تتروض؟ بالياء ولا بالواو؟ بالواو. تتريض يعني تتفسح، لكن تتروض تتدرب. شوف الحرف بيعمل ايه، شوف الحرف الواو والياء غير المعنى تماما. سبحان الله. إذن الباب الرابع من أبواب الأدب ماذا؟ إخلاص النية لله في الأعمال كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الباب الخامس رجاء الجزاء عند الله يوم القيامة. إن أنت بتعد العد دائما لإيه؟ للقاء الله، عشان الجزاء عند ربنا سبحانه. هذا هو الباب الخامس في الأدب. اجتهدت كثيرا فوجدت أن الأخلاق كلها إنما هي جزء من الأدب. يا ترى الأخلاق تتحط في أي باب من هذه الأبواب؟ مين يقول؟ ها؟ الأول، أحسنت. الباب الأول ازدراء النفس، تحط تحتيه كل أنواع الأخلاق، وبالتالي الأخلاق ليست هي الأدب، وإن كانت الأخلاق مطلوبة لأنها دليل على الأدب، ولكن ليست هي الأدب. أفضل الأدب أن تكون متأدبا مع مولاك، لأن مولاك بيده أن يثيبك وبيده أن يعاقبك. سبحان الله، لو في عبد مؤدب مع العبيد ولكن سيء الأدب مع سيده، ينفع؟
ينفع يا اخوانا؟ ينفع؟ لو في خمس عبيد مؤدبين جدا مع بعض ولكن احدهم بيسيء الادب مع سيده، سيده يعمل في ايه؟ هيضربه ويعلقه ويهينه ويروح يبيعه في سوق الرقيق بحبايه بصله ممششه، لانه عبد ابق وعاص. احق من تتادب اليه هو من؟ هو سيدك. اذا كل هذه الابواب كلها علشان انت منتظر الجزاء من سيدك اللي هو الشعبه رقم كام؟ 5. يبقى 1 و2 و3 و4 بتنتظر بعد ذلك الجزاء من الله عز وجل. وهذا هو معنى الاحتساب. وهذا هو معنى الاحتساب، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم. وحسبنا هذه المقدمة في عنوان هذا الباب، وإن شاء الله المجلس القادم نواصل الحديث في هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.